يا الهمال دي، كيف العيل حاطين الألعاب على السرير؟ قال لك اتجوز البيت يبقى مرتب. اجل ايه يا كبير؟ لا طب ببالك ولا يا طخو؟ لا يا كبير ده طقم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، كنت أتوخك بالغلط. خايف عليا يا كبير؟ حنين. خايف أخذ فيك تعبيدة ولا ليه؟ لأن هطلع منك كيف الشعر من العجين. راجل صعيدي كلاسيكي داخل أوضة نومه لقيه أخطبوط قتله، عادي دفاع عن النفس. وهون عليك خرب بيتك، حتوديني بداية. بس ما تنكرش ان الطقم عجبك يا كبير. بو 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 ايه بو بو دي. اغراء تحت الماء. ودي رجل على رجل ولا ايد على ايد ولا ايه ده؟ ايه ده؟ يا كبير ايه يا كبير؟ مين اللي شار عليك الشورة المهببة دي؟ أنا قريت من على النت من على صفحة نورة الأمورة، كانت منزلة بوست كاتبة فيه كيف تسعدين زوجك في 27 خطوة. 27؟ 27 خطوة عشان تسعدي جوزك؟ ايه؟ ايه؟ ايه يا كبير؟ في ايه؟ في حاجة ماشية على وشك. استنى يا كبير، دي حلزوني. على دون انت اللي حطاها؟ ايوه انا اللي حطاها، اصل قريت على النت على صفحه نورة الأمورة كانت كاتبه بوست كاتبه فيه كيف تعالجين بشرتك في 27 خطوه. 27 خطوه؟ ثاني 27؟ هو حكايه 27 معاها مالها طويل قوي ولا يهدي. ودي الخطوه كام لك دي؟ دي الخطوه الثانيه. امال السادسه تبقى ايه؟ هنجيب سيد قصه يلحس وشك. هو انت معوزني جميله يا كبير؟ يا وليه يا وليه جميلة، عاوزك جميلة بس انت كده شبه الميدوسة. ايه الميدوسة دي؟ كائن اسطوري، هبقى اوريهولك من على النت. تبقى مرة سعرانة كده وراسها كلها تعابين. بس 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 استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك ايه؟ ايه؟ قومي قومي اعملي لي اي حاجة، اندومي قومي اعملي لي اي حاجة، والبسي اي رب رب طبيعي، قميص كروهات وبنطلون وكسر ولا اي كلسون من عندي. قومي قومي اعمل لي اي حاجه كلها. يلا يلا. حاضر يا كبير، عيني. عقبال ما تجهز لك العشاء تكون انت اخذت مسج القراميط. قراميط ايه؟ اصلا سديت بلعت البانيو ومليتها ميه وحطيت فيها ثلاث قراميط. بيعملوا ايه ثلاث قراميط في البانيو؟ بيشحنوا طاقه. القرموط هيشحن طاقه؟ أصلنا قريت من على النت على صفحة نورة الأمورة كانت كاتبة بوست بتتكلم فيه عن فوائد المساج بسمكة الرعيدة اللي بتدي يعني كهربا دي، فأنا ما لقيتش سمكة الرعيدة، لقيت شبهها القرموط، فجبت ثلاث جرامات وحطيتهم في البانيو ووصلت سلك الغسالة. كهربة المية؟ أيوه. اللي نهنزل فيها؟ أيوه. ده 220 فولت بس. 220؟ انتي هتكهربي الكبير، الكبير اللي هيمسك الناس كلها تنسلك عريان. ها هيموت وهو عريان ومكهرب وبحط له ثلاث قراميط. يا كبير بابا ايه بابا ايه بابا ايه بابا مرار طافح. ولا يوم من أيام العزوبية. والله أنت تقليدي ومحبط وما فيش حاجة عجباك. تفضي يا ولي قومي، الوكل في أقل من دقيقة. حاضر. محلاكي يا أخطبوطة لما الكابر يخش، مكياجة مظبوطة يا جي الكابر يخش. قش القط. يا كبير يا كبير قش القط لما يكون سواق وأحمى.
بق 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 ما تبقبقيش ما تبقبقيش ما تبقبقيش بق 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 شفتي اللفه دي؟ شفتيها؟ قسما بالله لو تكرر الكلام ده مره تانية الفك باللحافك ده وانساك بقطر يكون حيخزن في سوهاج سوهاج يقطع النت عن النت تعال عينك تفعليه.